السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسوا خوتنا اللي في الغربة. كالعادة خوتي، مهازل وفضائح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة المكتب الفيدرالي زاتشي ومن معه لا تتوانى في الفضائح والنكسات والفضائح التي أصبحت يومية آجور. هذه الفضائح من بينها فضيحة استدعاء الحكم الكاميروني اليوم نيون. هذا الحكم تم استدعاؤه من قبل الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم سعد، هذا اللي كان صحفي وش اللي نعرفه هنا، هذا صحفي سابق عمل في الهداف، عمل في الشروق، كمترجم باللغة يفهم يعني اللغة الإسبانية، دار عدة لقاءات مع لاعبين إسبانيين من بينهم تشافي، من بينهم يعني اللاعبين الإسبان، يعني هو يتقن مليح اللغة الإسبانية، هذا الشيء نعرفون عليه. جاء مع اتحادية زاتشي بقدرة قادر أصبح أمين العام لاتحادية زاتشي. الفضيحة تاع اليوم هي تسريب وثيقة لاستدعاء الحكم الكاميروني اليوم نيون. اول شيء كاتبين اليوم مانيش عارف اسكو خطا مطبعي ولا خطا، هذه داخله في التسيير الرائع والتسيير الناجح لزاتشي وجماعته، ما علينا. هذا البدايه هو عباره عن استدعاء اليوم هذا الحكم الكاميروني، لكن الامر اكثر من هذا، يعني مش قضيه استدعاء، القضيه تسريب هذه الوثيقه في المواقع، هذه الاولى. الثانية طريقة كتابة هذه الوثيقة. الثالثة محتوى الوثيقة اللي هو أكبر فضيحة. قلنا خوتي الجوهر الفضيحة هذه هو الاستدعاء هذا لحكم الكاميروني اللي أدار مقابلة الجزائر ضد غامبيا في الجزائر. من المفروض يعني هذا أمر أبسط حاجة، يعني هذا الاستدعاء هو قلنا من طرف السكرتير ولا العميل العام تاع الفيدرالية ساعد، يعني من المفروض ابسط حاجه يعني من الاتحاديه تاع زاتشي كيما نقولوا حنا تبعث طلب بالتاشيره ولا طلب الفيزا للحكام الثلاثه، ماهوش حكم واحد، هذا اول شيء. ثاني حاجه يكون فيها المعلومات الكامله، الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد ورقم جواز السفر يعني نيمرو تاع الباسبور للحكام في ثلاثه. لكن الشيء اللي فهو بشي يحير، وهذا انه هذا الاستدعاء اللي وصل، هذا الاستدعاء اللي وصل للحكم من طرف الفاف، من طرف الحكم الكاميروني، فعل هذا المستحيل نتاعو، يعني بقى يكلم ويعيط الفاف شي يد بيدي اللي راكم درتوه وباش يصحح الفضيحه اللي داروها. علاه؟ لانه هذا استدعاء مش باين وكان مكتوب بطريقه بدائيه وما فيه لا معلومات على الحكام في ثلاثه لا طلب فيزا، يعني طلب مفروض طلب فيزا، تبعث لهم طلب فيزا مش تبعث لهم كونفوك، تبعث له لي هو وحده ويا اليوم ارواحنا وعندنا مقابله، يعني مستوى ما كانش، التسيير ما كانش. نعاد هذا بعض المعلومات، تقول بلي هذا الحكم الكاميروني اللي غلطوا في اسمه اليوم هو كما قلنا اليوم نيوم، هذا الحكم الكاميروني عاد يضحك وصل به الامر يضحك علينا، هذه حقيقة. هو اتصل بهم باش الفاف تصحح الخطأ هذا والفضيحة هذه، لكن الفاف لا حياة لمن تنادي، يا اخي ما تعرفوا هذاك الشيء اللي كاين، هذاك ما هذا هو مجمع اللي حابين يفرضوهم بالقوة، زاتشي وجماعته وزير حاب يفرضهم بالقوة، هانا شفنا القوة واش دارت. العاد هذا يضحك على السكرتير تاع الفاف ويضحك على الفيدرالية وعلى استدعاء ما يعرفوش يبعثوه، هذا الكاميروني ولا قلبنا سكتش، عاد دار بينا سكتش، يعني ورانا رايحين بتبهديل، هذا ماناش عنحبسو متبهديل، عيب. انا قلت بركات، انا حبيت نهار هكا
ندير فيديو نشكر فيه زاتشي، ما لقيتش، ما لقيت لكش يا زاتشي حسنه واحده نذكرك بها. انا مانيش شياتك تعرفوني، وكاين الناس تقول لي تكره زاتشي، ما نكرهش انا زاتشي، نهضر ننتقد كسياسه وبرامج. اعطيني واش قدمت نقول لك مبروك بارك الله فيك، اعطيني واش قدمت نقول لك هاك واش قدمت وانت مشكور. بصح يا خاوتي راهي فضيحه قبل فضيحه، فضيحه ورا فضيحه. فيلم ولا مش فيلم، مسلسل، مسلسل هو اللي فيه الحلقات، كل يوم حلقه جديده من فضائح، كل يوم حلقه حلقه حلقه. وهذا المسلسل وقتها مش عيه خلاص، قلت لك يا زوتشي اعطيني، حبيت نذكرك ولو حسنه واحده نذكرك بها، ما كانش حسنه واحده نذكرها لزوتشي في عامين هذوما اللي فاتوا، ما لقيتلكش. الله غالب، الله غالب، ما كانش. من فضيحة لفضيحة، نوض الصباح فضيحة، غدوة فضيحة، كي دي فوا زوز فضايح في النهار. يا صاحبي وراك مريحين بها يا صاحبي، قلبتوها هذه اللي تدير الفيدرالية تاع الاتحادية الجزائرية، قلبتوها حاشاكم في الكلمة كوري اسطبل. شكيما هاك فيدرالية، كانوا الفيدرالية الجزائرية يضربها المثل، كانت قمة في التسيير، كانت يعني قمة في التسيير، كانت كانت عندها كلمة مسموعة في الكاف، كانت كانت عندها وزن. الفيدرالية الجزائرية كان عندها وزن، وزن كبير في القارة السمراء. دركا استدعاء باش نديرو دوموند فيزا للسيد، ولا طلب التأشيرة للحكم باش يجي، ما عرفناش، ما عرفناش وما قدرناش. مش هذا عيب؟ عيب يقعد يفضحوا فيكم كل يوم فضيحة تباديلة انفلوب ما قدرناش نبعثوه برية، رسالة نبعثوها للكاف باش يترشح ملف نتاع ولد زميلي ما قدرناش. من المفروض في لا في لا في في في, في فضيحة كيما هذيك استقالات جماعية. لو عندكم ذرة كرامة وتحبوا البلاد هذه برك، وتحبوا ما تحبوا البلاد هذه ولو بذرة برك حب البلاد هذه قليل برك، من المفروض من لقطة تاع ولد سميرلي ورفضيحة اللي صرات كامل كيما راك من البيرو فيدرال، قال ودي نقدموا استقالتنا على الأقل. الاتحادية كبيرة علينا، الاتحادية الجزائرية كبيرة علينا، كنا بانت لنا حنايا باللي التسيير في النوادي هو نفس التسيير في الاتحادية، لقيناها صعيبة وما قدرناش. الله غالب ما قدرناش، نحطوا الاستقالة وعفى الله عما سلف، وكل واحد يروح في حاله ويرجع للنادي تاعو الامور تمشي عادي. بصح التعنت نتاعكم ها واش وصل، وصلنا عاد حكم كاميروني يضحك علينا، حكم كاميروني يضحك علينا، ديرنا مضحكه. علاش تسير؟ ما عندناش رجال يسيروا، عندنا رجال يخدموا مصالحهم الخاصه. ها الفرق وين؟ فرق انك تخدم مصالحك الخاصه وتخدم بلادك. احنا للاسف عندنا ناس يخدموا مصالحهم الشخصيه برك برك. ثانيه برك، ركزوا على كلمه برك، يعني خلاص مصالحي وبس كما يقول المصري، نقطه ورجع للسطر، ما على بالي بوالو. عندي بروجي في راسي، وشي هو البروجي؟ عندي البروجي نطلع الجوال نتاع الباك يلعبوا في ليكيبات ناسيونال كامل من الاي 15 حتى الأ، زيد السوم تاعهم نبيعهم الاموال ندخلها في جيبي. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. فهمت درك عليها خاوتي؟ رانا نتكركروا بالمستوى هذا خطر. علاش انا مش بيا زتشي ولا زتشي ما باليش بيه، زتشي عبد يروح ويجي، انا سمعه الجزائر راهي تتبهدل. هذه اتحاديه ما اسمهاش اتحاديه زتشي، اسمها اتحاديه جزائريه لكره القدم، الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الجزائريه، هذه اتحاديه جزائريه، هذه راهي تاع الجزائر، تمس دولة الجزائر، تمس الشعب الجزائري. الناس تدي نظرة علينا بلي رانا ما عرفوش نسيرو، بلي رانا فاشلين. الاتحادية ما نعرفوش نسيروها، ما نعرفوه. الله غالب، الله غالب، ما كانش. الناس اللي تخدم على مصالحها، هذا واش عندنا احنا، الناس اللي تضرب على مصالحها. شوفوا لقجة في الكاف قربهم كامل ليه، ولقجة احتمال كبير يكون هو في بلاصة أحمد أحمد، احتمال كبير جدا، وارد جدا.
يكون هو بلس احمد احمد يديروا له انقلاب عام زوج يديروا له انقلاب يولي هو رئيس الاتحاد رئيس الكونفدراليه الافريقيه عادي يقرب الناس اللي ليه يديرهم كامل اعضاء الكاف كامل يديرهم مغاربه في كل الهيئات مغاربه ومن بعدها يجي دوفيس ديريكتومون ينجح في الانتخابات الناس كتخمم تخمم على بلادها لا لا نبيع لي جوار نتاع الباك هذا هو البروجي فهمت دوك الفرق اخوتي علاه الناس هربوا علينا اتحادية الموزمبيق خير منا تعرف تكتب برية تعرف دير استدعاء موزمبيق سيشل كل خير منا لا غالب ما عدناش انا قلنا لكم يا اخوتي انا نسنوا في الحراك الرياضي لا جاء الحراك الرياضي ينفضهم كامل يروحوا نتهناو فما نقدروا نقولوا نديروا خطوة للأمام مادام مازال ما لحقش الحراك الرياضي لداخل الفاف وداخل المنظومة الكروية الفاسدة ما درنا والو إلا إذا دخل الحراك الرياضي يكون كلام آخر يكون كلام آخر في الأخير خبت ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.